صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين البنات. شوفي فيهم، شوفي يا مامي، شوفي يا مامي، شوفي يا ماما كويده ديالي. اليوتيوبر ندى حسي كارديشان المغرب تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. أياما قليلة بعد مغادرة زوجها نزار السبيطي للسجن، صدمت كارديشان المغرب ندى حسي متابعيها بهجرتها نحو دبي. وقامت ندى حسي بنشر فيديوهات عبر خاصية ستوري لبيتها الجديد في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وظهرت كارديشان المغرب بإطلالة مثيرة من بيتها الجديد بدبي متحاشية الحديث عن مغادرة زوجها للسجن. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.